خلونا نبلش نحكي عن التحليل الأساسي، تمام؟ شو النقاط اللي بتهمنا بالتحليل الأساسي؟ التحليل الأساسي يعني بشكل عام كل المعطيات اللي بتسمح لك تقيم هذا النوع من الاستثمار، قوته، جودته، اتجاهه العام، أساسياته. هلأ، وبالعادة بيعتمد على مجموعة من المؤشرات أو الأخبار اللي بيتم إطلاقها من البيئة الخاصة بهيدا الأسيت، تمام؟ فمثلا بالفوركس اللي هي تبادل العملات الدول، الشيء اللي بيحدد تماما اتجاه هيدي العملة هو أول شيء اقتصاد هيدي الدولة، ثاني شيء سياسة البنك المركزي اللي لهم، بعدين مؤشرات اللي بتطلع من الدولة اللي هي مثلا البطالة، فائدة، أسعار الفائدة، الأخبار اللي بتطلع لها علاقة بموضوع شراكات إقليمية، حرب، أي شيء دخلوا على مستوى هذه الدول تتأثر عملتها بالتالي بهذا الشيء، وبالتالي بيحدد هذا الشيء، بيكون هو يعتبر تحليل أساسي لهذه العملة. نفس الشيء مثلا بالستوكس، بأسهم الشركات، بيكون عندك مثلا قوة هذه الشركة، حجمها، عدد الموظفين، نتائجها النهائية بنهاية السنة، قديش في توزيع أرباح، كيف سمعت المدير العام اللي لها، شو في إشاعات عم تطلع عليه، شو في أخبار، كثير عوامل تتعلق بهذا السهم بشكل عام. التحليل الأساسي بالعملات الرقمية عندنا نفس الشيء تقريبا، بس بشكل مختلف أكيد، لأن العملات الرقمية لها خاصية فريدة الحقيقة من نوعها، وهي متعلقة ب أول شيء قوة الكود البرمجي، كهو الأخير سوفت وير على البرنامج، قوة الشبكة اللي عم تدير هيدي العملة الرقمية إذا كانت مبنية على Proof of Work، وبالتالي مثلا حجم المعدنين الموجودين، مدى حماية السكيورتي تاعت هذه الشبكة، هل هي موزعة بشكل كافي decentralized ولا لا، هل هي منيعة من الاختراقات ولا لا، تمام، 51% attack، موضوع الانفليشن او التضخم تبع هيدي العمله اللي بيتم، مثلا البيتكوين كل 4 سنين بيتم في شيء اسمه ان الهالفنينج، بيتم تخفيض انتاج البيتكوين الى النصف، وبالتالي بينزل معدل التضخم لها. عوامل كثيره تجي حوالين هذه العمله بالاضافه للاخبار اللي تطلع عليها، شراكات بين 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 عملات ومؤسسات كبيرة موجودة، مثلا إشاعات تطلع بتأثر بشكل سلبي، اختراقات عم تصير، وكل هذا الشيء يندرج تحت التحليل الأساسي، تمام؟ في مجموعة من النقاط بهمني ركز عليها بالتحليل الأساسي لتاخذوا فكرة عنها. الفكرة الأولى مثل ما قلنا إنه هو بشكل عام بيعطيك صورة عامة لاتجاه هذا السعر، وهذا الشيء اللي حكيناه، لما تعرف هذه الأخبار بتعرف بشكل عام كيف ماشي السعر، تمام؟ مثلا عندك هالفنينج مثلا بعد سنة، وبالتالي رح تعرف انه مقدار السبلاي وانتاج هيدي العملة رح ينزل للنصف، فبتعرف بشكل عام انه مثلا العرض سواء بقي نفسه او زاد، فبالتالي حيرتفع سعر هيدي العملة. بشكل عام بيعطيك صورة لاتجاه السعر. حكينا عن موضوع الاخبار كيف بتأثر على حركة السعر بشكل كتير كبير، زي ضروري الواحد يكون على دراية ومتابعة دائمة بالاخبار المتعلقة بهيدي العملة اللي هو بيستثمر فيها أو أي عملة تانية ناوي يستثمر فيها، لحتى يقدر يتخذ قراره بشكل سليم. نقطة كتير مهمة واللي هي أنه التحليل الأساسي بيتجلى بالشارت بحركة الأسعار، يعني أنت كل هيدي الأخبار وكل هاي المعطيات اللي أنت سواء كنت داري فيها أو ما داري فيها هي متجلية بالسعر، يعني حركة السعر اللي عم تشوفها أنت على الشارت هو أوريدي متضمن، تمام، هو سلفا متضمن كل هاي المعطيات وكل هاي الأخبار. فبالتالي إذا أنت قادر تحلل الشارت بشكل صح، فأنت فيك يعني تكون متاجر ناجح بدون حتى ما تعرف كل هاي دي الأخبار، تمام؟ هاي نقطة كتير مهمة بتميز التحليل الفني عن الأساسي، بأنه أنت كل شي فيه أخبار عم تتجلى بالسعر، وبالتالي أنت إذا بتحلل الشارت صح تعرف كيف تتعامل معه صح. والنقطة الأخيرة واللي هي كتير مهمة الحقيقة، واللي هي الفجوة الزمنية. هذا موضوع كتير حساس وكتير مهم، دائما قبل ما يطلع الخبر أو قبل ما ينعرف الخبر العامة بيكون في عدد محدود من الأشخاص بيعرفوا هذا الشيء، سواء على مستوى دول
عندك الاشخاص اللي بتشتغل بالبنوك المركزيه او اللي عم يتخذوا هذا القرار بيعرفوا هذا الشيء، سواء بشركات قبل ما يطلعوا نتائجها بيعرفوا هذه المعلومات، او سواء بالعملات الرقميه سواء المبرمجين او فريق الماركتينج او اي اشخاص مستثمرين كبار بيعرفوا اخبار هذه العمله قبل ما تنزل للسوق او تطلع للعامه، وبالتالي هن قادرين انهم يتصرفوا ويبيعوا ويشتروا بناء على هذه الاخبار وياخذوا يعني تيك ادفانتج، ياخذوا فرصه بانه يتفوقوا عليك بالسعر لانك انت رح توصلك الاخبار بشكل متاخر. هاي مشكله اساسيه بتخلينا ما نعتمد بشكل اساسي على التحليل الاساسي للدعوه، تمام؟ كان اساسي قلت بهالجمله. اذا هذا الموضوع كثير كثير مهم، فالتحليل الاساسي هو موجود لناخذ احنا فكره عامه لنطمن انه نحن ماشيين باتجاه صح، وليس لتتداول عليه بشكل مباشر، تمام؟ وبالعاده اللي بيستخدم التحليل الاساسي اكثر من المستثمرين اللي بيشتغلوا على المدى الطويل بهمهم التحليل الاساسي والتحليل الفني، بس التحليل الاساسي اكثر لانه بيعطيهم صوره عامه للاتجاه على المدى الطويل. خلونا نكتفي بهذا القدر بهذا الدرس. الدرس الجاي ان شاء الله بكره رح نتابع بشو الشيء لازم تتعلمه لتقدر تتداول بشكل ناجح ورابح. نتمنى انك تساعد الكل بانك تنشر هذا الفيديو لحتى يوصل اكبر عدد من الاشخاص، لانه الكل مهم يتعلم تداول بشكل صحيح، يتعلم كيف يفهم التشارت بشكل صح ليقدر ياسس عليه طريقه تداوله اللي احنا شرحها طبعا. واكيد اشترك بقناه اليوتيوب، فعل الجرس عشان يوصلك اول باول الفيديوهات الجديده. واذا لسه ما كنت مشترك بقناه تيليجرام الجديده فبتلاقي الرابط تحت هذا الفيديو، رح يكون بينزل فيه مباشرة كل الأخبار وكل التفاصيل الدخلة بالتداول بفرص استثمارية اللي يعني بنزلها مع التحاليل، وكل شيء في أخبار دخلة بتداول أول بأول بتلاقيها بقناة التليجرام. شكرا كثير لوقتكم، أتمنى تكونوا استمتعتوا بهذا المحتوى. شوفكم الفيديو الجاي، سلام.